يقول أحدهم في زحمة الحياة: فجأة وجدت نفسي بلغت 40 من العمر، ثم 45، ثم قاربت 50، ثم 60. هذه الأرقام لم ألفها من قبل. بدأت أشعر بالخوف من 60. لاحظت أن الباعة يقولون لي يا حاج، والأولاد يقولون يا عم، ثم صار الشباب في المحلات يعطونني كرسيا كي أرتاح. كانت معاملة مميزة لكن تمييزا سلبيا. لكنني من جهة أخرى تمعنت في سيرة أفضل الخلق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بدأ الوحي ينزل عليه وهو في 40، وحارب الكفار وهو في 54، واستمر بمحاربتهم لنشر دين الله حتى آخر عمره. أمنا خديجة أنجبت أولادها وبناتها فيما بعد سن 40، حيث كانت في عز قوتها وهي في هذا العمر. استنتجت أن العمر وهو عبارة عن عداد للأيام فقط، وأنه الحقيقي هو ما تشعر به أنت في داخلك عن نفسك. فالشعور بالرضا والسعادة هو أمر بيدك أنت، لا بيد عداد الأيام. لذلك عندما تصل إلى هذا العمر، فتيقن أنك في بداية طور جديد من أطوار الشباب. فابدأ بحفظ القرآن لأنك في قمة شبابك واجتماع قدراتك. حافظ على السنن الراتبة، صم 3 أيام في الشهر، اجعل لك خلوة بربك في جوف الليل، ضع لك بصمة في دروب الخير ليبقى اسمك، واترك أثرا ليحيا ذكرك. فلا شيء يستحق الحزن والندم في حياتك سوى تقصيرك في جنب الله. افرح أنك بقيت على قيد الحياة يوما جديدا، ففي هذا اليوم ستقيم صلوات وتزرع حسنات وتقدم صدقات، فأنت الرابح الفائز. فاغتنم كل دقيقة فإنها لن تعود. يوم التغابن، أشد الناس ندما في الآخرة هم المهدرون لأعمارهم حتى وإن دخلوا الجنة. فبين الدرجة والدرجة في الجنة قراءة آية أو تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة، والمتاجرة مع الله لا حدود لها. فأحسن استثمار ما تبقى من عمرك، وتذكر قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فاللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لاغتنام الأوقات في الباقيات الصالحات، وحبب لنا فعل الخيرات وبغض المنكرات، واحفظنا في صحتنا ما أحييتنا، وأحسن خاتمتنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.